السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا متابعي قناة الأرباح. اليوم إن شاء الله سنشرح لكم طريقة قوية للربح من الإنترنت طلبتموها مني. إن شاء الله هذه الطريقة ستحقق لكم أرباح مع إثبات نجاح هذه الطريقة. لكن قبل بداية الشرح أريد أن أوجه تنويه، في هذه الأيام لم أقم بوضع فيديوهات نظرا لأنه كما قلت تم احتمال اختراق القناة. تم وضع فيديو أو فيديوهين دخلوا إلى القناة الخاصة بي عن طريق أعتقد برنامج في الحاسوب، لكن أصلحت الأمر وقمت بمعرفة هوية المخترق، وأيضا إخواني أخذت كل حساباته كما تشاهدون هنا. قمت بترك الحاسوب الخاص بي كما هو، وأيضا في الفي ام وير كما تشاهدون هنا، يعني قمت بمعرفة هوية الشخص وهو تركته يدخل إلى الحساب وكل شيء، لمعرفة كل شيء أخذت كل حساباته. وأيضا لكي يكون عبرة لمن يعتبر، فعندما تحس أن قناتك تم اختراقها أول شيء لا تقوم بعمل أي شيء سوى إطفاء الإنترنت، وأيضا إخواني إطفاء الإنترنت وتوجه مباشرة إلى دي أو هنا قم بفرمتة الحساب وأيضا نزع كل شيء متوفر هنا. هنا تستطيع التحكم في المخترق وثبت ويندوز وتستطيع التواصل معي لأريك الطريقة التي تستطيع معرفة فيه كل شيء كيف يخترق وكل شيء. جيد، ليس درسنا اليوم إخواني، أعتذر عن الإطالة عن المقدمة، أعلم أن الجميع لا تهمه هذه المقدمة، لكن تأكد معي أن هذه الطريقة إذا كانت لديك قناة ستحتاجها، وإن شاء الله سأضعها في القناة الثانية. هنا كل حسابات الخاصة به قمت بجمعها هنا، إذا كان يشاهدني فكل حساباتك هنا فقط لكي تفهم مع من تعمل. المهم طريقة اليوم هي الربح من الإنترنت بإثبات سحب من موقع أديسترا، شرح حصري لن تجد له شرح في المحتوى العربي، ولا أعتقد أنه يوجد شخص شرحه في قناته. جيد، كيف ذلك؟ ببساطة ستحتاج بعض الأشياء، تابع معي جيدا. أول شيء ستشاهد كم طبقت هذه الاستراتيجية، تقريبا منذ أسبوع تحصلت على 12 دولار ولكن لم أطبقها لمدة طويلة، فقط جربتها لمدة 15 دقيقة تحصلت على تقريبا 8 دولار، وعملت بها 15 لمدة أسبوع، يعني ليس كل يوم أدخل، في أسبوع كامل قمت بتطبيقها 15 دقيقة. تصور معي إذا عملتها وطبقتها على مواقع التي سأشرحها لك. وأيضا كملاحظة هذه الطريقة طبقتها على موقع واحد تحصل على ترافيك تقريبا 60 مليون ترافيك لمدة 15 دقيقة ربع ساعة 8.80. إذا عملت بهذه الطريقة وطبقتها حرفيا ستحقق 100 دولار وستسحب الأرباح الخاصة بك مباشرة. جيد، كيف ذلك؟ أول شيء تفتح حساب في أديستيريا بطريقة عادية. هنا لفتح حساب تضغط على أد بيبليشر أو سينياب أ بيبليشر لأنك ستكون مروج لإعلاناتهم. بعدها ستجد واجهة الحساب الخاص بك هكذا. ما ستفعله ستوجه مباشرة إلى دايركت لينك، لا نحتاج الويب سايت، أضف الويب سايت الخاص بك ثم توجه إلى الدايركت لينك. هنا تضغط على أد نيو دايركت لينك، هنا ستجد أد نيو دايركت لينك، تجد أنني لدي الكثير من الروابط، تستطيع إعادة تنشيطها بالضغط على رياكتيف أو أيضا هذا الخيار، وأيضا أستطيع الضغط على أد نيو دايركت لينك. لكن أخي أنا بريء، يجب عليك اختيار هذا الخيار، فإنك ستحاسب على الإعلانات التي سيقوم بزيارتها الشخص. هنا أديل ستظهر إعلانات إباحية، لكن نو أديل سيقوم بنزع إعلانات إباحية. هنا الأرباح ستكون بسيطة إخواني، في أد نيو لينك هنا الأرباح ستكون بسيطة لكن هنا مرتفعة، لكن ستحاسب عليها. أنا دائما أعمل بهذه الإعلانات نو أديل، لا أحتاج إعلانات للربح، مال كثير ولكن حرام. أضغط على أد هكذا، أد نيو دايركت لينك كما تشاهدون تم إضافته، بعد 5 دقائق فقط سيتم تفعيله في البندينج كما تشاهدون. هذه أول خطوة، قمت بإضافة الإعلان. ما ستفعله الآن، أنا سأعمل على هذه، هنا سأضغط أكتياليزي، قد يتم تفعيله مباشرة لكي يشاهدوا المتابعين، وأيضا هنا كما تشاهدون سيتم تفعيله. سنعمل على هذا الخيار، أضغط على كوبي من هنا. هنا ملاحظة، أعتذر عن صوتي إخواني لأنني منذ 4 أيام لم أنم، فقط العمل على الحواسيب التي لدي وكنت مشغول، وأعتذر عن الأشخاص الذين لديهم خدمة معي ولم أتواصل معهم في الفيسبوك، خاصة خدمة مواقع. إن شاء الله سأعوض لكم كل شيء، سأقوم بعمل لكم مواقع وتقديم لكم كورس مجاني إن شاء الله. أعتذر وأعتذر.
وأرجو أن تعذروني لأنني تعبت في هذه الأيام جيد، وأيضا أحتاج الدعم منكم. إذا ظهر أي شيء في القناة فقط تواصلوا معي سواء في التعليق أو في حساباتي الفيسبوك ستجدها أسفل الفيديو. نتوجه مباشرة إخواني إلى إكمال الشرح. أخذنا الرابط هنا كوبي، فالطريقة بسيطة. ما ستفعله ستقوم بفتح نوت باد بسيطة هكذا وتقوم بالدخول إليها وتقوم بنسخ الرابط كما تشاهدون. هذا هو الرابط. لنقوم بفحصه سأقوم بفتح متصفح بلاغ، فهو متصفح أيضا من أقوى المتصفحات، أعتقد أنه أحسن من جوجل كروم. هنا سنقوم بفتحه هنا ونشاهد. أضغط على الرابط ونشاهد ماذا سيظهر هنا. فمتصفح بلاغ يقوم بغلق الإعلانات. استطيع الضغط على سيئات مشاهدة الإعلانات، نحن لأننا نريد الربح من الإعلانات. ننتظر قليلا فقط، في الإنترنت ضعيفة. هناك ما تشاهدون هذا هو الرابط الدايركت لينك الذي قمنا بوضعه هنا. ستشاهد أنه نفس الرابط، رابط ستربح منه كلما شاهده أشخاص يقومون بوضع إعلانات المعلنين. جيد، هذا هو الرابط. ما ستفعله ببساطة سنقوم بغلق هذه الأيقونة ونتوجه إلى موقع بيتلي. إخواني تستطيع العمل على موقع بيتلي، لماذا؟ لأنك ستقوم بمتابعة الإحصاءات الخاصة مجانا. هنا في موقع بيتلي ستقوم بفتحه وتفتح حساب، من أحسن فتح حساب لكي تشاهد الإعلانات الخاصة بك أو الإحصاءات الخاصة بك، لأنك ستحتاجها في تقدير عدد الزيارات التي تأتيك على هذا الرابط. بعد فتح موقع أو حساب في موقع بيتلي ببساطة تستطيع هنا إخواني الضغط على كرييت والضغط على كرييت لينك. جيد، ستعود إلى النوت باد التي قمت بوضع الرابط فيها، أضغط على كوبي للرابط وأقوم باختصاره لكي لا يظهر رابط طويل ويظهر رابط غير يعني لا يستطيع جلب لك ضغطات. أضغط على كرييت من هذا الزر، بعدها سأجد هذا الرابط وأضغط هنا على نسخ هنا. الكثير من الأشخاص يتساءل ما هي الاستراتيجية التي سنجلب الزيارات لهذا الموقع ونتحصل على أرباح تصل إلى 8 دولار مثلا في أربعة في ربع ساعة أو في 15 دقيقة، وإذا عملت كل يوم ستحقق أكثر من 38 دولار في أسبوعك الأول. كيف ذلك؟ ببساطة ستوجه إلى فايفر. الجميع يعرف عمل موقع فايفر. فايفر هو موقع خاص بالزيارات، عفوا خاص بالخدمات المصغرة. نسبة زيارات 60% كما تشاهدون، تقريبا 60%. وأيضا هنا فهو يتحصل على زيارات يونيك من يونايتد ستيت باكستان ويونايتد كينغدوم بنغلاديش. هنا هذه البلدان كلها ذات سي بي ام مرتفع بالنسبة إلى موقع أديستيرا. ولمعرفة السي بي ام إخواني تستطيع التوجه هنا ومعرفة قوة السي بي ام، يعني كل 1000 زيارة كم يدفع لك هذا الموقع. هنا ببساطة ما سنفعله نحن سنقوم بالتوجه إلى فايفر وتفتح حساب. في فايفر ستقوم بفتح حساب، هنا تضغط على جوين ناو، تقوم بفتح حساب بالإيميل أو إيميل وهمي أو أي شيء. أنا سأدخل بالحساب الخاص بمباشرة، وكملاحظة تستطيع فتح آلاف الحسابات في فايفر بإيميل وهمي. لماذا؟ لأنه موقع فريلانسر يحتاج أشخاص للشراء من هذا الموقع. هنا هذه بالنسبة للإحصاءات لمن يريد معرفة الزيارات الخاصة به. هنا تستطيع معرفة هنا عد متابعة الضغط على هذا الخيار سي بي ام ومعرفة أقوى سي بي ام المتوفر لك وتحديد التاريخ. هنا كما تشاهدون في هذا الظرف أعلى سي بي ام هو 0.1 لكل 1000 سيارة، وقد يصل إلى 3 دولار إخواني لألف سيارة، يعني حسب الشهر وحسب البلد وحسب الزيارات الضغطات. جيد، ما سنفعله الآن سنقوم بالتوجه إلى موقع فايفر. بعد فتح الحساب قمت بوضع حساب هنا، ما ستحتاجه قم بكتابة هذا الخيار ويب ديفلوبر. جيد، ويب ديفلوبر. هنا ويب ديفلوبر سأشرح لك لماذا كتبت هذه الكلمة. يعني ويب ديفلوبر أشخاص يقومون بإنشاء مواقع، محترفين إخواني، يعني اللغة لغة البرمجة، ليس تقوم بتركيب سكريبت أو أي شيء، فهو يقوم بعمل لك موقع كما
تريد، يعني تعطي له اسم الموقع وهو سيقوم بإنشاء لك موقع كما تريد. وبالمناسبة نحن نقدم خدمة إنشاء المواقع ليست بأثمان باهظة مثل هذه الأثمان، 500 دولار، 150، 350 دولار، 155، نحن نقدمها تقريبا إخواني بمبلغ رمزي وخاصة للمتابعين. جيد، هنا أول شيء الكاتيجوري، تستطيع تحديد الكاتيجوري التي تريد، لكن أتركها هنا. السيرفيس هنا كما تشاهدون دعها كما هي. السالر ديتاي، هنا نحتاج زيارات من اليونايتد ستيت واليونايتد كينجدوم وأيضا كندا، وأضغط على أبلاي، يكفي هذا الفلتر. هنا اخترنا هذه أو نيتش ويب ديفلوبر، وأيضا هنا الدول يونايتد ستيت يونايتد كينجدوم وكندا. بعدها ماذا سنفعل؟ كملاحظة هنا عندما فتحنا متصفح براف، سأقوم بالضغط على كوبي، فتحنا متصفح براف وجدنا إعلان، فالإعلان إخواني يتم تغييره كل وقت، يعني لا يبقى، فهو رابط متغير. عند فتحه هنا شاهد ظهرت لنا هذا الموقع، شاهد كيف ما كيفية تهيئة هذا الموقع، فهو احترافي. أيضا مباشرة بعدها ستجد أن الرابط بعد فتحه هنا سيتم تغييره مباشرة مثل موقع علي إكسبرس، وعند فتحه مرة أخرى ستجد موقع آخر، يعني يتم تغيير الرابط تلقائيا. هنا كما تشاهدون موقع مثل إيكي أوبسيون خاص بالتداول، وأيضا مرة أخرى سيتم تغيير الموقع كلما يتم الضغط على الرابط. ببساطة مثلا أنت ماذا ستفعل؟ يعني هنا موقع، شاهد هذا الموقع احترافي، تريد مثلا إنشاء موقع مثل هذا الموقع. لذا ما سنفعله أو الاستراتيجية، سنقوم ب، سأترك لكم هذا السكريبت، أو تستطيع إخواني فقط ترجمة هذا السكريبت، تقوم بمراسلة هذه الأشخاص. هنا تستطيع مراسلة هذه الأشخاص بما أنهم يعملون مواقع ويقومون بتطويرها. I will develop an aspect، يعني يستطيع إنشاء موقع خاص بك باحترافية بـ1000 دولار، وهنا هذا الشخص بـ500 دولار. سنتواصل معهم، فقط يكفيك الضغط على أوبن هنا للخدمة. هنا تقوم بفتحها كلها، آلاف الخدمات هناك كما تشاهدون، تقوم بفتح الخدمات، وهنا تضغط على contact seller، وهنا ask and question، ننتظر قليلا فقط. جيد، هنا تستطيع التواصل مع الشخص مباشرة. هنا تستطيع التواصل، وهنا سنقوم بنزع هذه، وهنا ماذا سنفعل؟ ستقوم بإرسال له هذه الرسالة. هذه الرسالة معناها إخواني شاهد معنى خاصة به، عبارة أنني أريد أن أقوم بعمل موقع قمت بالترحيب به، وهنا أنا أبحث عن شخص يمكنه إنشاء موقع الويب الخاص بي، يرجى إلقاء النظرة على موقع الويب الخاص بي أولا، هنا يعني الرابط الخاص بي، الموقع الخاص بي. ثم قل مثلا لماذا يمكنك أن تفعل. هنا ستخبره، تغير رسالة، ستقوم بكتابتها في جوجل ترادكشن وتغيرها كأنك تتواصل معه على إنشاء خدمة إلكترونية. قم بكتابتها بالعربية ووضعها هنا، أو مثلا قل له بإنشاء موقع مثل هذا الموقع في انتظار ردك، وسيقوم بالتواصل معك. هنا عندما تقول له هذا هو الموقع الخاص بي، سيضغط عليه وسيقوم بمشاهدة الموقع، وسيتم تغيير الرابط تلقائيا. بمثال ببساطة سأقوم بأخذ أول شيء الرابط، كوبي، جيد، وأقوم بتوجيهه إلى هنا، أقوم بتغييره هكذا، باست، لصق، وأقوم بأخذ هذه الرسالة هكذا، نسخ، وهنا أتوجه إلى الشخص الذي أريد التواصل معه، أضغط على باست، وهنا أقوم بوضع اسم الشخص، هنا اسم الخدمة، اخترت هذا الشخص، يجب عليك وضع اسمه هنا، هذا هو الشخص جوناثان، كوبي، أو تستطيع الدخول مباشرة هنا إلى الرابط الخاص به. جوناثان شاهد الخدمة التي يقدمها، contact me، يضعها دائما هنا، تستطيع التواصل مباشرة معه وهو أونلاين. سنضغط على أونلاين، شاهد هنا أونلاين، سأضغط على contact me مرة أخرى، فالأنت نضعف، جيد، هذه ترسل له مباشرة رسالة، أضغط على باست وأقوم بنسخ الرسالة، نسخ هنا، كنترول في، جيد، وهنا كيت، نقوم بتعديل الرسالة.
هكذا هلاو جوناثان جيد كل شيء جيد هنا تستطيع الضغط على دبليو دبليو او تقوم بتركها كما هي فهي مباشرة بعدها سأضغط هنا تستطيع تحميل له صورة لكن نحن فقط نريد التواصل لكي يضغط على الرابط سيزور هذا الرابط كما تشاهدون اضغط على send me view your message فالرسالة تستطيع مراسلته مباشرة هو بما انه ينشئ مواقع يستطيع اخواني الضغط شاهد تواصلت مع اشخاص من قبل هنا شاهد هنا thank you هنا تم ارسال لي رسالة هنا شاهد ارسلت هذه الرسالة me وهنا hello thank you for reaching me جيد هنا قمت بالترويج لشيء ما هنا ماذا افعل عندما يقرأ الشخص الرسالة فهو اونلاين سيضغط على الرابط ليشاهد الموقع الذي يقوم بفتحه هنا اين تم فتح الموقع اعتقد انه فقط الانترنت ضعيف نوعا ما ليف هنا لماذا لم يتم فتح الرابط لماذا لانني في نفس الاي بي على الحساب اديسترا لذا لن يتم فتح وايضا لن اربح منه وايضا تاكد ان هذا الشخص زيارته ستكون من دوله يو اس اي يعني تستهدف يو اس اي هنا كما تشاهدون وبعدها ستعود الى الاحصائيات هنا تضغط على اكتياليزي للرابط الذي قمنا باخذه هذا هو الرابط تضغط على اكتياليزي شاهد توتال كليك قمت ب الضغط مرتين تم احتسابهما جيد ما افعله اخواني سنقوم بنفس الطريقة مع كل هذه الاشخاص شاهد مثلا هنا قمنا بالتواصل مع هذا الشخص ايضا ساقوم مثلا بالتواصل مع هذا الشخص هذا الشخص نقوم بالضغط هنا open your profile سجله انه اونلاين سجله انه الان اونلاين تضغط على contact me هنا يقوم بانشاء المواقع 25 100 و 100 دولار وايضا 125 في مثل هذه الاشخاص اخواني الذين يقدمون مواقع بسيطه وليس لديهم مبيعات كثيره يستطيعون الضغط على الرابط الخاص بك سنقوم فقط بالانتظار لمده معينه جيد بعدها ساضغط على باست هنا سنقوم بنسخ الرساله جيد واقوم بوضعها هكذا باست اقوم باخذ اسم الشخص هنا اضيفها كنترول في هنا فقط سنغير الرابط الخاص بنا هذا هو الرابط جيد هو نفسه نسخ اعتذر عن الإطالة فقط انا اريد ان اشرح كل شيء لانه يوجد متابعين يخبرونني انني لا اقوم بشرح كل التفاصيل واعتقد انني افصل كل شيء بعدها ساضغط على send me message مباشرة سيتم ارساله بدون اي مشاكل لانه يوجد حق تواصل هنا بالنسبة للموقع الاول كما تشاهدون هذه هي الاستراتيجية وسيتواصلون معك هنا يضغطون على الرابط تحقق انت أرباح إن شاء الله من هذه الطريقة وتستطيع تفحص الزيارات من أين أتتك كما تشاهدون جيد بعد الانتهاء من هذا الموقع تستطيع الدخول إلى موقع أيضا أب وركر تفتح حساب هنا وتقوم بنفس الطريقة أيضا تستطيع العمل على هذه المواقع التي تركتها لك فمثلا مثل هذا الموقع نسخ وستقوم بفتحه هنا في كل هذه المواقع سأتركها لك بيبري فور اور نسخ واضغط على هنا باست في الاخير ان شاء الله ساشرح لكم طريقه ايضا قويه جدا هنا سنضغط على هذا الخيار ايضا هنا في هذا الموقع تستطيع التواصل مع الاشخاص مباشره هنا تضغط على سيرش بروجكت او البحث تستطيع اختيار مثلا شير سيرش فريلانسر اشخاص يقومون بعمل لك وهذا هو الذي نحتاجه بعدها هنا اخواني تقوم بكتابة مثلا ويب ديفلوبر انشاء مواقع ديفلوبر وهنا ستجد اشخاص يقومون بالعمل هنا كاستوم ويب ديفلوبر
هنا الكثير من الأعراض، ستستطيع الضغط على All، ستشاهد الكثير من الأعراض هنا وتستطيع تغيير الصفحات. مثلا هنا هذا الشخص يقوم بإنشاء مواقع، تضغط على هذا الشخص، وهنا باي أيضا ستجد Contact Me، تستطيع التواصل معه. عندما يجي هنا ستقوم بتسجيل في الموقع، سأدخل إلى الموقع وأدعو لكم. بعد فتح الحساب سنقوم مرة أخرى بالضغط على أحد هذه العروض. هناك شاهد العروض فهي كثيرة جدا، عندما تقوم بصفحة 6000 العروض هنا تستطيع تحديد العروض وكل شيء. اخترنا أحد العروض، هنا سنختار مثلا هذا العرض، هنا التوب، سأختار فقط هذا العرض. جيد، مثلا هذا العرض تستطيع الضغط على كونتاكت، وأيضا تستطيع إرسال له رسالة. هنا سأقوم بنسخ نفس الرسالة هكذا، نسخ، وأعود هنا أضغط باست. جيد، هنا هلا سأقوم بنزعها لأنها متواجدة أوتوماتيكيا. وهنا الرابط I agree I know، أضغط على send بدون أي مشاكل سيتم إرسالها. وهكذا أستطيع إرسال الرسائل كما تشاهدون آلاف الرسائل. هنا شاهد عند الضغط هنا سيقوم بمشاهدة الموقع لكي ينشئ لي الموقع. شاهد هنا في موقع بيوبل في آر أبراول يتم فتح الرابط مباشرة، وهنا يجب عليه إخواني هناك 4 مينيت. هنا مثلا الرسالة التي أرسلتها في فايبر، عندما يضغط هنا فايفر يجب عليه نسخ اعتقد الرابط، او يجب ان يكون في ليس نفس الحاسوب كوبي، وسيقوم بفتحه هنا باس، سيتم فتحه بدون مشاكل. جيد، هنا هذا بالنسبة للموقع الاول. الثاني الموقع الاخير وهو لانتيكن. هنا اخواني نسيت ان اريكم احصائية موقع بيوبلي براور، هنا تقريبا ايضا 1.9 مليون وهذا شيء ليس بالقليل. هنا لانديكن إخواني موقع جيد، فقط تأتي إلى خانة البحث نفس طريقة تفتح حساب وتضغط على ويب ديفلوبر وتختار أشخاص هنا تراسلهم. مثلا هذا الشخص شاهد، تضغط على أوبن وتقوم بالتواصل معه، فهو ستجده أنه يقوم بالعمل مواقع، تقوم بالتواصل معه حسب البلدان. هنا كونتاكت أنفو، هنا ميساج، تستطيع إرسال لهم رسالة مباشرة، ننتظر فقط إلى أن يتم فتحها. هنا go to your feed، هنا يجب عليك متابعته رسائل مقفلة هذا الشخص. وهنا استطيع all filter web developer service، سنقوم بالفلتر. هنا هذا الشخص يقوم بإنشاء مواقع، تضغط على رسالة هكذا وترسل له. هنا past عفوا الرسالة، نسخ، تقوم بإرسال له الرسالة. وهنا تستطيع مثلا في السبجكت تستطيع مثلا القيام بهذا الخيار create my website copy، تقوم بوضعها لكي يضغط على الرسالة وتضغط له send، سيقوم بفتحها أنت والعمل الخاص بك. ستقوم باختيار هنا شيء مهم وهو مثلا United Kingdom، United USA، أيضا باكستان مثلا، وهذه الدول الأجنبية، والضغط على شاور ريزلتا، سج أشخاص كلهم أجانب هنا. وأيضا الشيء المهم وهو اختيار السيرفيس إخواني، كما ضغطنا في بداية الأمر السيرفيس الخدمات. هنا نفس الشيء لهذا الشخص، تقوم بالضغط على نفس الرسالة هكذا، كوبي، نسخ، العودة إلى الموقع والضغط على الرسالة باست، وتقوم بالسند وهكذا. غير في بعض الأحيان الرسالة، لا تتركها كما هي، وأضغط شاهد عند الضغط هنا سيتم فتح الرابط هنا مباشرة بدون أي مشاكل لكي يرسل لك. وهنا ستقوم بتفقد الإحصائيات، ستجد أن الاستراتيجية فعالة معك 100%. هنا ستتابع الإحصائيات الخاصة بي، شاهد هنا توتال كليك. هنا شاهد إخواني لدي ضغطة من United State لكي تفهم مصداقية هذه الطريقة، والضغطة أتتني من لانديكن. شاهد ألجيريا من لانديكن.
وهنا ستعود إلى الحساب الخاص بك بأديستيرا، بعدها ستجد هنا 38، قد تجد سيارة يتم ارتفاع الأرباح هنا بعد نقرة أو نقرتين، ستجد أن الأرباح جيدة. هذا هو درسنا اليوم، أرجو أن تستفيدوا إن شاء الله. إذا وجدتم أي مشكلة ضعوها في التعليق وسأقوم بشرحها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى